النهارده بنبتدي حلقتنا بدراسه جديده كانت نشرتها الديلي ميل البريطانيه. قالت فيها ايه؟ ان الواحد علشان ينجز او يقدر يشتغل احسن، الموظفين ان هم يقعدوا جنب النوافذ او جنب الشبابيك، ده بيزيد بشكل كبير جدا من الانتاجيه والتركيز والكفاءه، وده علشان ينجزوا المطلوب منهم بشكل افضل. الحقيقه بعض الناس ممكن يشوف ان الكلام ده صح، يقول لك علشان ابص على المناظر الطبيعيه، وعلشان ما ابقاش باصص لحيطه، وعلشان ده بيشجع ان يحصل كده نوع من انواع تغيير الاجواء. وفي بعض الناس اللي انا للاسف منهم جدا، شايفه ان انا لا، انا لو قعدت جنب شباك هفضل طول النهار والليل بص على الناس اللي رايحه وجايه والجاي والرايح وكده، مش هيخليني اركز، بالعكس. ففي ناس شايفه ان لا، الواحد لما بيغير المناظر ده الى حد كبير بيخليه ينجز اكتر ويخليه ما يحسش بزهق، وده طبعا الى حد ما معقول وده مفهوم. وفي ناس شايفه ان لا، انا محتاجه عشان اركز اكتر ان انا اقعد في اجواء هاديه جدا. في العماره زمان، وخصوصا العماره العربيه، كان عندنا في حاجه اسمها الاطلاله للداخل. الاطلاله للداخل دي اعتقد هي دي اللي ممكن تكون الدراسه دي بتتكلم عليها، ان زمان كانت المباني بتتعمل في وسط المبنى كده، في حاجه اسمها الباثيو. باثيو ده كان بيبقى اطلاله للداخل، كل الشبابيك بتبص للجوه، بس بتبص على جناين، بتبص على حاجات، بس في نفس الوقت ما بيبقاش فيها اي نوع من انواع الازعاج. فاعتقد ان هو ده اللي مطلوب، ان انت ممكن تكون بتبص على حاجه شكلها حلو، على زرع، على ميه، على مناظر طبيعيه، حتى لو ما كانتش طبيعيه جدا، لو كانت حتى اشجار بس مش طبيعيه او شكل جمالي، ده ممكن يخليك تركز اكتر، وممكن يخلي في نوع من الراحه النفسيه، تخليك تنجز، وفي نفس الوقت ما بتبقاش بقى عينك رايحه مع اللي جاي واللي معدي واللي بيزمر واللي مش عارفه بيعمل ايه. اعتقد ان هو ده اللي مطلوب. مش عارفه حضراتكم شايفين ايه، بس انا من الناس اللي بحب الهدوء جدا، سواء في المذاكره سواء في العمل. بس المهم خلينا نبتدي يومنا بطاقه جميله، بطاقه على الانجاز، سواء بقى قاعد جنب الشباك او مش جنب الشباك.